يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على من تلفت عنده الأضحية للغير؟ نعم، إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر أو وصية أو وكالة عن الغير وضاعت، إن كان هو المفرط فيضمنها هو، وإن كان لم يفرط صاحبها هو اللي يضمنها، إذا كانت وصية أو نذر يضمنها صاحبها، والوكيل يضمنها إذا فرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إن كانت الضحية سنة ما هي بواجبة فلا يلزم أنه يضمنها. نعم.